81 درجة تحت الصفر هو المكان الذي توضع عينات فحص الجينات المسببة لتلاصق الرقبة بالجسم. فالطفلة أديمة التي لا تتجاوز السنتين تعاني مرض الالتصاق بالوراثة العائلية. واحد من كل 40,000 فرد في العالم يولدون بهذه الإعاقة التي كانت منها 3 حالات في عائلة واحدة. بعض الناس تستعيب الأمراض يعني في خلق الله، يعني خلاص هذا قدرهم في الحياة أنه يجي كذا. ما أوقف أني أنا أستعيب وأني أقول لا خلوه خلي في البيت وأني كذا، لا أنا أحاول أني أنا أتواصل وأشوف وين العلاج وأمشي معهم على طلب دكاترة شو اللي يبغونه، يعني نفس الحكاية. فريق بحث سعودي نجح في تحديد الجين المسؤول عن التشوه الخلقي في الرقبة، حيث توصل إلى أن هذا الجين فقد وظيفته ما أثر بشكل سلبي في الأداء الوظيفي لجزء مهم من الهيكل المحوري في جسم الإنسان. توصلنا إلى عائلة سعودية فيها أكثر من طفل مصاب، ونظرا لوجود قرابة بين الآباء الذين لديهم أطفال مصابين في هذه العائلة، آباء وأمهات لديهم أولاد مصابين في هذه العائلة، تمكننا من تطبيق تقنية معينة تميزنا بها، تطبيق اللي نسميها التطابق الزيكوتي مع استخدام تسلسل الجين الحديث المتوفر أيضا في تخصصي. فبمزاوجة بين هاتين التقنيتين توصلنا الحمد لله بشكل سريع جدا للجين المسبب. التشخيص قبل الحمل أو في الأشهر الأولى سيساعد كثيرا في تجنب الإصابة بهذا المرض مع وجود التقنيات الحديثة والعلاجات المناسبة التي تقي من أي تشوه خلقي من تجدد الجين المسبب. هاني صفيان، العربية، الرياض.